السلام عليكم البنات، واش راكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. كما راكم تشوفوا غادي تشوفوا معايا شيل باك، هذه تسمى كيما هكا. دونك كما راكم تشوفوا يجي ما شاء الله، ما يلفت زيت ما والو. هذه كما يقول لك اول غوسيت على اليوتيوب، ونتمنى اختي تجربيها باسكو غادي تفرحي ولادك والعائله تاعك. هذه سون دوت هذا يتقدم سواء بالعسل سواء بالكونفيتور اللي تحبيه، ولا دري سكر غلاس تو سامبلومون، تجي يجي روعه. هادو كما راكم تشوفوا تحبيهم لا يجيهم قرمشين تحمريهم، ولا تحمريهم كيما هكذا كيما انا درت النص قرمشته والنص الا تبغي يقعد لك طري جونغ تخلي هكذا ابيض. بصح انا فضلت نديره مقرمش، انا نحب حاجه مقرمشه. وانت اذا تحبيه يكون هكذا طري ديريه خليه ابيض، ما طيبيش هكا، ما تخلي ترد، ما ديريش هكا دوغي، ما طيبيش هكا دوغي. فوالا كيما راكم تشوفوا، ها شوفوا القرمشه كيفاش يجي، وما يفد زيت ما والو، يجي ما شاء الله. نتمنى قلت لك اختي تجربيه. ها كيما راكم تشوفوا هنا يجي يخرج لكم كميه لاباس بيها. خرجت 8 حبات، انا خرج لي 8. ها هو كما راكم تشوفوا، فوالا. ما نطولش عليكم، جيسبر لا فيديو لا غوسيت غادي تعجبكم بطريقه سهله، ما ياخذ وقت ما والو، فريمون سي فاسيل. ميم لضيوفك تفرحيهم، هذا زعما روعه. الوغ ما نطولش هنا عليكم، نفوتو درك طريقة التحضير. يلا معايا، هنا نحتاجو مغرف صغيرة تاع خميرة الحلويات لافيغ شيميك، مغرف صغيرة ما تكونش معمرة بزاف، نص مغرف صغيرة ملح، مغرف صغيرة سكر. هنا الفارينة عندي 300 غرام فارينة، الحليب عندي 160 مليلتر حليب، يكون على حرارة المطبخ. فوالا دونك فوتو طريقة التحضير. هنا شنو نديرو؟ نكتبو الحليب تاعنا هذا، نزيدو عليه مغرف هذيك تاع السكر، ونزيدو عليه ديك نص مغرف تاع الملح، ونحركوه. نجيب ريسيبي هكا، ندير لا فارين. بسم الله، نزيد عليها لا لوفير شيميك، نخلطو هكا. الفارينة تكونو مغربلينها من قبل، ونزيدو الحليب. بسم الله، ونبدو نجمعو العجينة. كما قلت لكم تبان لكم عاصيه، نقعدو نديرو لها لهذا الشكل كيما هاك حتى تنجمع شويه مليح. الحليب يقدر يدخل لكم حتى 170، فوالا 170 مليلتر. من الاحسن من الاول ديروا 170 مليلتر وكبوا بشويه، وقعدوا تجمعوا العجينه خاطرش كاين لافاني اللي تشرب كاين لا. غادي نديرو لها غير هكا، ما غاديش نعجنها بهذا الشكل، غير هكا. واحد الخمس دقائق وانا ندير لها هاك. البنات هذه هي كما راكم تشوفوا، لا بات تجي شويه عاصيه بصح هذه هي لا تيكستور تاعها. دونك هنا غادي نحطها هنا ونغطي عليها كيما هكا، ونخليها ترتاح 30 دقيقه. فوالا 30 مينوت خلوها تروبوزي. فوالا نتلاقاو من بعد ما ترتاح 30 دقيقه. هنا بعد ما ارتحت لي 30 مينوت
نديرو هكا. شكلو ان بودا. نقطعو لاباط نديرو على واحد السبعة ولا بسم الله. دونك شنو غادي نديرو؟ نحطوهم نردوهم هنا. خلي وحده هكا باش تشوفو هكا باش ما ينشفوناش لاباط ما تنشفش. ندير هذاك القشر من الفوق نلوحوهم. رانا نخدمو في الحبة الأولى. أنا نرش شوية على فارين نبدا نحل لاباط. تحلوا لاباط كي من هكا على واحد مليمتر كما راكم تشوفوا. رقوها هكا ما تخلوهاش غليظه. وانا نكمل درك كاع هذوك الحبات اللي خليتهم ونرجع معكم. هنا بعد ما حليت كاع كما شفتوا حليت لاباط وديروها كيما هكا. ديروا حبه على حبه وتتغطوها بالفيلم اليمونتير باش ما تتبس لكمش لاباط. هنا غادي نخرج تبدو بالحبه الاولى. هلا ونغطوا عليه. وهنا كونوا مسخنين الزيت تسخنوه مليح كما راكم تشوفوا. مسخنين الزيت مليح ونحطوا الحبه تاعنا بسم الله. تكونوا معومينها بالزيت. نقوم ندورو هكا بالفورشيت باش تاخذنا هنا. لا تبغوهم مقرمشين تخلوهم يولوا دوغي مليح، ولا لا تبغوهم هكا يكونوا طريين تخلوهم في الطياب بيض ما تزيدوهمش في الطياب بزاف. وقعدوا تدوروا هكا بهذا الشكل باش كيش باش يجوا ما شاء الله. ناخذ اللون الذهبي من تحت ونقلبوها. هنا نقلبها نستمروا هكا نقعدوا ندوروا فيها. وهنا نقلعها ولات لي دوغي كما راكم تشوفوا. فوالا البنات هاني كملتهم قليتهم كما شفتوا. خرج الكميه ما شاء الله لاباس بها. هذه هي البنات. انا نبقى لي نقول لكم نتلاقوا ان شاء الله في وصفات واحد اخرين باذن الله. ان شاء الله نجيب لكم وصفات اللي تفرحوكم ويكونوا ان شاء الله سهلين. تهلاو في رواحكم والسلام عليكم.